العقار مثل الخيوط، لكنها مع زمان قد تنقطع بعض الأحيان، لكنها تعود إلى الحياة. أحيانا يشوب الخصام قلوبا عاشت في وئام، يأتي كجرح قاسٍ عميق يؤذي مشاعر كل صديق. لذا سنعيد صداقتنا وسنجدد خيوطها. أحيانا يشوب الخصام قلوبا عاشت في وئام، يأتي كجرح قاسٍ عميق يؤذي مشاعر كل صديق. لذا سنعيد صداقتنا.